صباح الخير. إضراب اللبنانية، الانفراج محصور بوزيري المالية والتربية. بعتقد أنه نحن وصلنا لنطوي صفحة الإضراب، والطلاب يرجعوا لجامعاتهم مع مطلع الأسبوع. واشنطن تحمل إيران المسؤولية عن هجمات خليج عمان، ودعوات أوروبية إلى الحذر وضبط النفس. محليا، ترتيب الأوضاع السياسية متواصل، وجلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل. لجنة المال تساوي بين الملتزم بدفع الضرائب والمتخلف، والجلسة المقبلة الاثنين. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. ما يزال العالم بأسره تحت صدمة الهزة العسكرية المتمثلة بالاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عمان. ما جرى قرع حقيقي للطبول العسكرية يعبر عن حال الاحتقان السائدة وانسداد أفق التسوية السياسي، من دون أن يعني أن الحرب على الأبواب. في لبنان، ترتيب الأوضاع بعد الهزة السياسية الأخيرة بين التيارين الأزرق والبرتقالي متواصل، والاستعدادات قائمة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تترجم الانفراج الحاصل. أجواء الانفراج التي قيل إنها وصلت إلى إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية بعد اجتماع وزارة المالية تبددت ليلا، مع انتشار معلومات تفيد أن نقاش الأساتذة انتهى إلى قرار بالاستمرار في الإضراب. بالتوازي مع ذلك، جبل الإنجازات الحكومية المتمثل بنسبة العجز الواردة في مشروع الموازنة مهدد بالانهيار، بعدما ظهرت جلسات لجنة المال والموازنة تقليصا لبعض الإيرادات من شأنه أن يرفع هذه النسبة. والبداية تربوية. خلافا لما أوحت به تصريحات وزير المالية علي حسن خليل ووزير التربية والتعليم العالي أكرم الشيب من أن أضراب أساتذة الجامعة على طريق التعليق، لم يلاقي أساتذة الجامعة الوزيرين في منتصف الطريق. الاتجاه إلى الانفراج أعلن عنه وزير المالية بعد اجتماع حضره شيب والنائبة بهية الحريري ورئيس الجامعة فؤاد أيوب وممثلون عن الأساتذة. بعتقد أنه نحن وصلنا لنطوي صفحة الإضراب. الأمور اللي متعلقة بالموازنة كنا واضحين وصريحين بأنه نحن منحازين بشكل مباشر للمطالب فيها. اليوم صرنا عم نحكي على موجة واحدة، وبالتالي تبينت كتير من الأمور اللي كانت عم بتعيق التوصل إلى اتفاق. لازم نكون أمام يعني مرحلة جديدة مع مطلع الأسبوع، والطلاب يرجعوا لجامعاتهم ويخلصوا امتحاناتهم، وبنفس الوقت اللي نحن عم بنتابع فيه عملنا بلجنة المال. وبعد اجتماع وزارة المالية، تنادى أساتذة اللبنانية للتجمع في مقر الرابطة الرسمي في بئر حسن، حيث توافد مئات الأساتذة والطلاب في موقف تضامني، في وقت عقدت فيه الهيئة التنفيذية اجتماعا استثنائيا لدراسة الموقف. رئيس هيئة الأساتذة المتفرغين الدكتور يوسف ظاهر لخص لصوت لبنان هذا الصباح الأجواء السائدة. نحن بوزارة المالية طرحنا مطالبنا وتجاوب على بعض المطالب، وقلنا بنرجع على الهيئة التنفيذية بنقرر شو بنعمل. بالهيئة التنفيذية بعدنا باجتماعات مفتوحة، بعدنا بحالة تشاورية، لكن اللي بقدر أقوله جمعوا الأساتذة من كل المناطق، نزل على الرابطة شي 600 واحد، مش نحن دعيناهم أبدا، نحن ما قلنا شي للعرب، ضلت اجتماعنا مفكر وتليفوناتنا مفكرة، والزملاء بالرابطة برا بالشارع وفوق فاتوا لجوا وإلى آخره، وكانوا بدهم أنه قرار يصير بالهيئة العامة. هيئة عامة يعني الهيئة اللي بتجمع كل الأساتذة. يعني الهيئة التنفيذية صوتت، خلينا نقول، أو كان رأيها الاستمرار بالإضراب. لا، نحن ما قلنا شيء، بعدنا بحالة تشاورية. في مؤسسات بقلب الرابطة فينا ناخذ القرار بأربع إمكانيات، في عنا الهيئة التنفيذية، في عنا مجلس المندوبين،
في عندنا الجمعيات العمومية وفي عندنا الهيئة العامة، بس طبعا الهيئة العامة هي الأقوى بين الأربع مؤسسات الموجودين. ومتى سيكون هذا القرار دكتور داهر؟